من مركز أخبار قنوات الكأس الرياضية في قطر نحييكم. أهلا بكم، هذه نشرة التاسعة وعناوينها مع منال بن عامر. شكرا للزملاء في مركز الأخبار. مشاهدينا أحييكم وهذه عناوين التاسعة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث. الثلاثون من نوفمبر آخر موعد لحسم مصير خليج 23 دول الحصار منسحبة وقطر تحتفظ بحق الاستضافة. فرسان منتخبنا الوطني يتألقون في أول أيام دولية قطر لقفز الحواجز ويقطعون خطوة ثابتة نحو المونديال. في التاسعة أيضا، في الطريق إلى روسيا مكاسب في خزائن المتأهلين وخسائر مالية تلاحق إيطاليا. حياكم الله. ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى الاجتماع الثالث لمجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث لعام 2017 الذي عقد بالديوان الأميري صباح هذا اليوم. حضر الاجتماع سمو الشيخ عبد الله بن حمد الثاني نائب الأمير، كما حضره سمو الشيخ جاسم بن حمد الثاني الممثل الشخصي للأمير نائب رئيس مجلس الإدارة. حضر الاجتماع أيضا معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عضو المجلس وبقية الأعضاء. هذا جرى استعراض آخر مستجدات مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية. في خطوة تمنح منتخب الكويت مزيدا من الوقت حتى يكون حاضرا في حدث نهاية العام، حدد الاتحاد الخليجي لكرة القدم 30 من هذا الشهر موعدا لاتخاذ القرار النهائي بشأن النسخة 23. اجتماع الدوحة شدد على أن دولة قطر ستحتفظ بحق الاستضافة، واعتبر الاتحادات الثلاثة السعودية الإمارات والبحرين منسحبة بسبب عدم الرد على خطاب الاتحاد الآسيوي. مهلة أخيرة في انتظار الحسم النهائي في مصير خليج 23 المقرر بالدوحة أواخر هذه السنة. الاتحاد الخليجي لكرة القدم في اجتماعه بمقره في الدوحة قرر الطريف في اتخاذ القرار النهائي بشأن تنظيم البطولة أو تأجيلها. فترة من 15 يوما منحت للاتحاد الكويتي ليكون طرفا في البطولة المرتقبة في حال رفع الحظر عن رياضته. قرار النهائي أعطاه مولى أخرى للاتحاد الكويتي مدة أسبوعين، يعني 30 نوفمبر راح تحدد فيه إذا البطولة راح تقام، وفي حالة عدم رفع الإيقاف عن البطولة راح تؤجل، راح يحدد ذلك المكتب التنفيذي برفع توصية للجمعية العمومية لإقامة البطولة في موعد آخر إن شاء الله بإذن الله تعالى. يوم 30 من الشهر الجاري يجتمع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد مجددا لاتخاذ القرار النهائي. مهما حصل ستحتفظ قطر بحق التنظيم كمستضيف للبطولة، بينما ستعتبر المنتخبات الثلاث المقاطعة منسحبة كما تنص على ذلك قوانين الاتحاد في حال عدم رد على كتاب الاتحاد بشأن المشاركة من عدمها. لمركز أخبار قنوات الكأس، محمد زجار، الدوحة. بسط فرسان منتخبنا الوطني سيطرتهم على منافسات أول أيام بطولة كيو أم بي قطر الدولية لقفز الحواجز. فرسان منتخبنا الوطني تألقوا في المباريات الثلاث وقطعوا خطوات مهمة للتأهل إلى كأس العالم. انطلقت أولى منافسات بطولة قطر الدولية لقفز الحواجز التي ينظمها اتحاد الفروسية الخماسي الحديث بالتعاون مع الشقب عضو مؤسسة قطر بمشاركة عالمية محلية واسعة تمثلت في 11 دولة و57 فارسا و85 جوادا في البطولة. البطولة التي تصنف تحت فئة الأربع نجوم بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية بدأت بعد ظهر يومها الأول، إذ تنافس فيها الفرسان بالقفز على ارتفاع أقصاه 120 سنتيمتر في مرحلتين ضد الساعة، وابتسمت للفارس القطري سعيد القاضي لتتوج جهوده بالحصول على المركز الأول و25% من إجمالي الجائزة المالية وقدرها 5600 يورو.
أما المباراة الثانية التي قفز فيها الفرسان على ارتفاع 130 سنتيمتر إلى 135 سنتيمتر ومن مرحلة واحدة ضد الساعة نال جائزتها الفارس القطري سالمين السويدي وقدرها 8000 يورو. برنامج المنافسات لليوم الأول اختتم بمباراة ثالثة على ارتفاع أقصاه 145 سنتيمتر من مرحلتين، كانت الثانية فيها ضد الساعة وشهدت تألق فارسنا القطري سلمان العمادي بعد الأداء الرفيع الذي قدمه خصوصا في الجولة الثانية والحاسمة بعد أن اعتلى الحواجز بأخطاء لا تذكر مما منحه صدارة الجولة الختامية متفوقا على كوكبة من النجوم المشاركين واستحق جائزة المباراة التي بلغت 24600 يورو. تألق قطري كان حاضرا في البطولة التي تمثل جولة من جولات الدوري العربي المؤهل لكأس العالم التي ستقام بفرنسا في إبريل المقبل لعام 2019. لأخبار قنوات الكأس، عبد الهادي أبو حمدة، الدوحة. تنطلق الأحد المقبل منافسات النسخة الخامسة لدوري الهواة لكرة القدم. الاتحاد القطري لكرة القدم عقد مؤتمرا صحفيا كشف فيه تفاصيل موسم 2017-2018. دوري الهواة في نسخته الخامسة يجمع 13 فريقا وهم المطار، لوسيل، مدينة خليفة، البدع، والنصر، الخبايب والثمامة، المرونة واللؤلؤة، والعزيزية والذخيرة، والدوحة، إلى جانب فريق جامعة قطر. تقام المباريات يومي الأحد والأثنين من كل أسبوع في ملاعب المرخية وجامعة قطر واستاد الدوحة. هذا وتقدم المسابقة جوائز سخية للفرق المتوجة بالمراكز الثلاثة الأولى فضلا عن جائزة هداف الدوري. بهذا الموسم الخامس لدوري الهواة وزيادة عدد لاعبي القطريين والتعاون مع الاتحاد القطري في رفع الرياضة بشكل أو توسعة الرياضة بشكل أكبر ولتغذية الأندية، سواء يمكن بعض الأندية الآن لو تلاحظ أن ممكن ما في أماكن للعيبة القطريين أو الغير قطريين في مشاركتهم في الأندية، فهذه إتاحة فرصة لهم لاستمرار أي لاعب في أن مواصلته ومشاركته للعبة كرة القدم. أتم فريق الأهلي لكرة اليد منذ قليل آخر تجاربه الودية قبل السفر إلى آسيويات الهند بفوز على الساد ب 21 هدفا مقابل 18. الأهلي أكد الجاهزية للبطولة الآسيوية التي يخوضها إلى جانب الدحيل الفائز الليلة الماضية على منتخبنا الوطني ب 20 هدفا نظير 19. هذا ويطير ممثلا كرة اليد القطرية إلى حيدرآباد غدا الجمعة. هذه آخر لمسات قبل شد الرحال إلى حيدرآباد الهندية للمشاركة في البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد في نسختها العشرين. الدحيل والأهلي سيمثلان قطر في هذا المعترك القاري بحثا عن تميز جديد ابتداء من الاثنين المقبل. مسار طويل من التحضيرات دخل الفريقان في غماره منذ فترة طويلة. الدحيل الذي سيكون أول المدشنين لهذه البطولة بمواجهة فريق النفط والغاز الإيراني أعد العدة جيدا وهو المنافس في المجموعة الأولى التي تعتبر الأصعب بضمها الشارق الإماراتي ومسقط العماني، وقبلها كان النور السعودي الذي أعلن انسحابه في وقت سابق. الفريق يسعى لتقديم الأفضل وتشريف الراية وكرة اليد القطرية. الدحيل كان استعاد خدمات لاعبيه الذين كانوا في معسكر تحضيري مع العناب الأول. تقريبا عندنا 11 لاعب كانوا في المنتخب رجعونا تقريبا قبل يومين أو ثلاثة. طبيعة الحال حاولنا ندعم الفريق بلاعبين اللي هما ريان العريبي وحسام رمان باش يكونوا معنا مع المجموعة. كيف المجموعة فيها عديد اللاعبين الشبان ولاعبين كيف عندهم الخبرة. بالنسبة لنا احنا اي فريق راح يكون امامنا راح نواجهه، يعني ما فيش فريق قوي ولا ضعيف، يعني اي فريق لازم نواجهه، لازم نلعبه ونوريه معنا وان شاء الله ربي يوفقنا في البطولة دي ان شاء الله. ممثل قطر الثاني الأهلي سيكون على موعد مع تحقيق اللقب رغم أن أفضل إنجاز له يعود لسنة 2003 ببيروت حين خسر في النهائي من شقيقه السد.
العميد نجح في تدعيم صفوفه بأربعة محترفين يشاركون معه في البطولة، يتقدمهم هاني الفخراني لاعب الغرافة وفييرا دي سانتوس حارس الريان وهاني كاخي ومحمد جيلاني لاعب العربي، أوراق ستشكل دعما كبيرا للفريق في المعترك الآسيوي. نحن رايحين نعتمد على المباريات اللي لعبوهم هناك، نلعبوا مباراة مباراة ونشوف بعدين واش راح يصير، إن شاء الله نكونوا في أحسن ظروفنا في خاصة المباراة الأولى اللي هي مع ضد النجمة. استعداداتنا كانت من بداية الموسم، يعني من شهر 9 احنا قاعد نعد، استغلينا المباريات الموجودة في الدوري وكأس الاتحاد. فترة على فترة الفريق قاعد يتحسن واللعيبة قاعدة تتجمع ومستوى قاعد يتحسن أكثر. لأخبار قنوات الكأس أمير فحصي الدوحة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. ملعب كربلاء جاهز والموسم الجديد للكرة العراقية ينطلق بسوبر القوى الجوية والزوراء. سيكون نهائي كأس السوبر بين الغريمين القوى الجوية والزوراء سيكون افتتاحية الموسم الجديد للكرة العراقية. قمة بطلي الدوري والكأس تقام في ضيافة ملعب كربلاء، وحوار القطبين يحظى بتغطية خاصة ونقل مباشر عبر قنوات الكأس. بعد 14 عاما تعود بطولة السوبر العراقي بلقاء يجمع قطبي الكرة العراقية، القوة الجوية بطل الدوري والزوراء بطل الكأس، إذانا ببدء الموسم الكروي الجديد. ملعب كربلاء الدولي سيكون مسرحا لهذا الحدث لعدم جاهزية ملعب الشعب في العاصمة بغداد. القوة الجوية المتوج آسيويا والطامح في حصد الألقاب يبدو أكثر استقرارا من نوارس العاصمة بكل شيء، رغم أنه اكتفى معسكر داخلي. تعرف كرة القدم يعني بها كل شيء، فلذلك احنا مستعدين لكل الاحتمالات، وهي كرة قدم طبعا، وان شاء الله عازمين على تحقيق الفوز، وايضا ان شاء الله نتمنى مساندة جماهيرنا. فريق الزوراء فريق كبير يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، اعتقد حتكون مباراة جدا جميلة. احنا كلاعبين ان شاء الله نطبق ما يريده الكادر التدريبي حتى ندخل الدوري بطولة تنضاف إلى خزائن النادي إن شاء الله. على الطرف الآخر فإن الزوراء لا يفرط في لقب يضاف إلى خزائنه، بالإضافة إلى الثأر من القوة الجوية الذي تعادل معه في الموسم الماضي 3 مرات وأبعده آسيويا في الرابعة. النوارس بقيادة أيوب ديشو استعد فنيا وبدنيا بعد معسكر ناجح في تركيا. الفريق الحمد لله وشكر يتمتع بروحية عالية، استعداداتنا جيدة لهذه المباراة، أكيد هي بداية تكون جيدة للفريق إن شاء الله، والزوراء جاهز وإن شاء الله راح يظهر بمستوى يليق بسمعة الزوراء وباسم جماهير الزوراء إن شاء الله. فريقنا إن شاء الله جاهز بنسبة جيدة، صحيح مو كل الطموح، لكن راح نكون موجودين بالملعب وراح نقدم أفضل ما يمكن، والشيء اللي أنا متأكد منه راح نظهر بأداء طيب. لقب جديد يسعى الفريقان إلى التتويج به، فمنذ انطلاق البطولة عام 1997 أحرز الزوراء 3 ألقاب بينما نال الجوية الكأس مرتين. وفي مثل هذه المباريات لا مكان للتوقعات أبدا، بل عندما تنطلق صافرة البداية يكون التحدي والإصرار عند اللاعبين هو الفيصل في حسم نتيجتها. أمين شراد قنوات الكأس بغداد. متابعة للموضوع ينضم إلينا مباشرة وعبر الهاتف من العاصمة بغداد مراسل قنوات الكأس في العراق أمين شراد. أمين، بعد التحية، يعني كيف تتم الترتيبات لهذه القمة التي تشكل فاتحة موسم جديد؟ بالبداية تحية لك ولكل مشاهدي قنوات الكأس. أعتقد بأن القمة الكروية المنتظرة التي سيبدأ بها الدور العراقي هي كأس السوبر، الكل يعني جاهز والكل يحضر بشكل طيب لهذه المباراة. التحضيرات بدأت منذ 3 أيام على اعتبار أنه فريق القوة الجوية وفريق الزوراء كانوا ربما لا يعرفون وقت المباراة تحديدين، على اعتبار أن المباراة تأجلت ليوم واحد بعد الاجتماع الأخير الذي يعني أقامته الأندية ولجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم وأقرت مسألة انطلاق الدور العراقي، وبالتالي هذه البطولة وهذا الكأس
سيكون يعني فاتحة خير بالنسبة للدوري العراقي. طبعا الترتيبات والتحضيرات لهذه المباراة تعتقد بأن أمنيا يعني ستكون هناك غرفة عمليات خاصة بهذا الموضوع، اعتبر أنه قبل أيام كانت هناك مباراة بين المنتخب السوري والمنتخب العراقي في ملعب كربلاء. أعتقد بأن القوات المكلفة بحماية المباراة أمنيا شخصت بعض النقاط وعملت عليها. أكثر من 450 عنصر أمني خاص بقوة أمن الملاعب وقيادة عمليات كربلاء وقيادة شرطة كربلاء ووزارة الصحة، استنفار كبير يعني على مستوى عالي من أجل إيصال هذه المباراة إلى شاطئ السلام والأمان. الكل يتفق على أن هذه المباراة هي رسالة أخرى ربما ستصل للفيفا، اعتبر أننا يعني قاب قوسين أو أدنى من رفع الحظر الكل يعني الملاعب العراقية. يعني الكل يعرف كان هناك يعني كلام كبير في هذا الشأن، هناك اجتماعات خاصة واتصالات مهمة جدا من أجل رفع الحظر عن الملاعب العراقية. أيضا يعني الترتيبات هناك منصة خاصة يعني خاصة بتتويج البطل، كأس للبطل، يعني تحضيرات على أعلى مستويات. هناك يعني بالنسبة لموضوع الإعلاميين تم صرف أكثر من يعني 200 بطاقة يعني دخول للإعلاميين. يعني الكل في كربلاء يريد أن يصل بالمباراة إلى الشكل المطلوب. أكيد نتمنى لكم يعني موسم جديد كل التوفيق. مراسل قنوات الكأس في العراق أمين شراد تحدثت لمركز الأخبار مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك. النشرة مستمرة مشاهدينا وفيها بعد هذا الفاصل. الحكيم ينحني لعاصفة الانتقادات ويعلن الاستقالة من الإدارة الفنية لمنتخب سوريا لكرة القدم. أهلا بكم من جديد. في رد فعل على تصريحات رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، قدم أيمن الحكيم استقالته من الإدارة الفنية للمنتخب. وكان رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم صلاح رمضان قد أبدى في وقت سابق عدم رضاه عن خيارات أيمن الحكيم، رغم نجاح هذا الأخير في قيادة المنتخب إلى منعطف الملحق الآسيوي. هذا وأوضح نائب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم فادي دباس أن استقالة الحكيم ستدرج ضمن الاجتماع القادم لمجلس الإدارة. أضاف دباس أن الاتحاد سيدرس الموضوع من مختلف زواياه قبل أن يحسم موقفه بشأن قرار أيمن الحكيم، مضيفا أن مجلس الإدارة يضع مصلحة الكرة السورية فوق كل اعتبار على حد قوله. نال منتخب البيرو البطاقة 32 فأكمل عقد المتأهلين إلى النسخة الروسية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. جاء تأهل منتخب البيرو بعد الفوز في إياب ملحق أقيونيسيا وأمريكا الجنوبية على ضيف منتخب نيوزيلندا بهدفين دون مقابل، متجاوزا بالتالي تعادل الذهاب دون أهداف. انتظر صاحب الأرض الدقيقة 28 ليصنع الفارق عبر جيفرسون فارفان، ومع حلول الدقيقة 65 أضاف كريستيان راموس ثاني أهداف منتخب البيرو، مؤكدا أحقية منتخب بلاده بموقع في المونديال. يشار إلى أن البيرو غائبة عن المونديال منذ عام 1982 وباتت الآن خامس المتأهلين عن قارة أمريكا الجنوبية. بتأهل منتخب البيرو يسدل الستار على تصفيات المونديال في جميع قارات العالم، ويبدأ العد التنازلي لقرعة النهائيات. المراسم تقام في الأول من ديسمبر في قصر الكريملين، ومعطيات ما قبل هذا الحدث في المؤشر الرياضي برفقة منال بن عامر. شكرا للزملاء في مركز الأخبار مشاهدين، أهلا بكم من جديد في المؤشر الرياضي. إذن طويت صفحة تصفية النسخة الروسية لكأس العالم لكرة القدم، وبدأ الآن الحديث عن معطيات مالية في انتظار الخوض في التفاصيل الفنية بداية الشهر المقبل. نبدأ أولا بالخبر الأبرز وبتصنيف المنتخبات. في المستوى الأول نجد العمالقة روسيا، ألمانيا، البرازيل، البرتغال، فرنسا والأرجنتين، وكل من بلجيكا
وبولندا. في المستوى الثاني تبرز منتخبات إسبانيا، إنجلترا والأوروغواي. هذا وحل المنتخبان التونسي والمصري. في المستوى الثالث في المقابل صنف المنتخبان المغربي والسعودي في المستوى الرابع. المتأهلون إلى كأس العالم لكرة القدم سيحظون بسخاء الشركات العالمية المنتجة للأقمصة والتجهيزات الرياضية كذلك. للعملاق الألماني أديداس نصيب الأسد في كعكة المونديال إنجاز التعبير، حيث يرتبط ب 12 منتخبا متأهلا. بعده مباشرة العملاق الآخر شركة نايكي الأمريكية التي ترتبط بعقود رسمية مع 10 منتخبات. هذا وتكتفي شركات نيو بالانس بوما وأمبرو بمنتخبين لكل شركة. شركة أخرى ومنها أمال وإغياس ترتبط بمنتخب واحد فقط نال امتياز المشاركة في مونديال روسيا. في انتظار حرب السوق السوداء التي تبقى هاجز الاتحاد الدولي لكرة القدم مع اقتراب الموعد الكبرى، هذه نظرة المشاهدين عن قرب على أسعار التذاكر المعلنة في الموقع الرسمي للمونديال. تذاكر مباراة الافتتاح تتراوح بين 220 و550 دولار على مدار دوري المجموعات. ستكون التذاكر بين 105 دولارات و210. تقفز الأسعار في المربع الذهبي لتتراوح بين 285 و750 دولار. الأسعار ترتفع خطوة أخرى مع بلوغ الدور النهائي، حيث تباع ثلاث فئات من التذاكر. سعر الأولى 455 دولار والثانية 710 دولارات، فحين سعر الثالثة 1100 دولار. زلزال مدينة ميلانو هز تاريخ الكرة الإيطالية وكانت له ارتدادات مالية. الاتحاد الإيطالي لكرة القدم سيدفع حوالي 700 ألف يورو للمدرب فنتورا لإتمام إجراءات فسخ العقد. قبل ذلك ومع إطلاق صفرة نهاية مباراة إيطاليا والسويد بتعادل وخروج من السباق الإيطالي، خسر الاتحاد 100 مليون يورو. هذا الرقم كان مكاسب ثابتة يجنيها من امتياز المشاركة وحقوق النقل التلفزيوني، فضلا عن عائدات ستأتي من الرعاة. كانت هذه متابعة لنهائية كأس العالم لكرة القدم من زاوية اقتصادية على ضوء آخر المعطيات والأرقام المعلنة. ختاما أشكركم على طيب الاستماع والمتابعة للمؤشر الرياضي، وعود الآن للزملاء لاستكمال نشرة التاسعة. شكرا لك منال. ارتفعت أعداد الزائرين لفعاليات مهرجان كاتارا السابع للمحامل التقليدية إلى أرقام قياسية مع بداية عطلة نهاية الأسبوع. ضيوف الحي الثقافي تنقلوا بين مختلف البيوت التراثية، والتفاعل كان لافتا مع فعاليات البيت العماني وأنغام بيت اليونانيين. مع غروب شمس آخر أيام الأسبوع بدأت إجازات أهل قطر والمقيمين على أرضها بزيارات لبيوت مهرجان قطر السابع للمحامل التقليدية. مساء بعبق التاريخ وفعاليات متنوعة خاطبت هؤلاء الذين اقتطعوا قليلا من الوقت للذهاب إلى زمن آخر. تنقلوا فتنقلنا معهم، وكان البيت العماني وجهة تحدثنا عن أهلنا في السلطنة، فتقص لنا قصص سنوات البحر والصيد واللؤلؤ، وتروي حكايات شعب عزيز على قلوبنا. جينا نحن من سلطنة عمان نشارك في هذا العرس العالمي. طبعا جينا نحن الحين للمرة السابعة على التوالي نشارك في هذا المهرجان، والحمد لله رب العالمين نلاقي إقبال كبير للبيت العماني لما يزخر به من 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 الموروث القديم والتاريخي والأثري لدولة سلطنة عمان. امتد البصر إلى مساحة أخرى في الحي الثقافي، فانفتحت أمامنا أبواب البيت اليوناني. بيت يحكي قصة الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط، يقدم تاريخ بأنغام أثينا. اليونان بحر وتراث وتاريخ. هنا في الدوحة سعيدة بالمشاركة ومرحبة بهذا الود بين الشعبين، وهذه القصة التي تلتها الآن
في دوحة الخير. عايزين يعني نعمق أكتر ما يمكن العلاقة القديمة المتينة بين الشعب اليوناني والشعب القطري، وخصوصا الجالية عايز توري كمان افتخارها بوجودها هنا وبالدولة القطرية والشعب القطري. على ضفاف البحر شهدت الفعاليات المصاحبة حركة غير عادية، إقبال كبير على مسابقات الغزل والحداق بهدف متابعة فنون صيد السمك. والحمد لله المشاركة كبيرة والعالم وفي إقبال وفي ناس الحين تو داري عن المسابقات وتبي تشترك، بس إن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله يستعدون. الحي الثقافي شكل أيضا فضاء للمبدعين، لوحاتهم الفنية تروي حكايات الزمن الجميل وضعت لمسة أخرى على جمال المكان. لأخبار قنوات الكأس، سمير بوخليفة، الحي الثقافي قطارة. وقبل الختام مشاهدينا هذا تذكير بأبرز عناوين هذه النشرة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث. 30 نوفمبر آخر موعد لحسم مصير خليج 23 دول الحصار منسحبة، وقطر تحتفظ بحق الاستضافة. فرسان منتخبنا الوطني يتألقون في افتتاح دولية قطر للقفز على الحواجز ويقطعون خطوة مهمة نحو المونديال. في 9 أيضا الحكيم ينحني للعاصفة ويعلن الاستقالة من تدريب منتخب سوريا لكرة القدم. نشكر حسن متابعتكم لنشرة 9 قدمناها لكم من مركز أخبار قنوات الكاس في قطر. الموعد الإخباري اللاحق منتصف ليل، الدوحة في أمان الله.